الآن كلمة رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأستاذ سعيد عبده، فليتفضل إلقاء كلمته. أسعد الله مساءكم بكل خير، مساء الثقافة، مساء السعادة، مساء إن شاء الله مشرق بالثقافة وبالتعاون اللي بيننا لنجاح لإنجاح هذه الدورة الجديدة. 54 عاما الحقيقة قدمت الكثير طوال تاريخ معرض الكتاب في مصر، أكبر المعارض العربية على الإطلاق، منذ أن كان في أرض المعارض بالجزيرة ثم مدينة نصر إلى أن انتقلنا لهذا المكان اللائق والذي يليق بمصر وبمكانة مصر في وسط المعارض العربية والعالمية مع التطور الجديد في عالم النشر. معالي الوزيرة، مساء الخير. معالي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، زميلي وصديقي الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد ناشرين العرب، كل التحية. السادة الحضور، الحقيقة المعرض السنة دي يمكن بيبان من خلال ما قدمته معالي الوزيرة تبني معظم القضايا الهامة التي يعني تواجه صناعة النشر رغم كل التحديات التي تواجه مصر والعالم وسط الأحداث العالمية التي تجري الآن بعد كورونا ثم حرب روسيا أوكرانيا. للأسف طبعا كان لها التأثير الكبير على مجريات الأمور وعلى صناعة النشر، وهي من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. الحقيقة كانت مصر أول الدول العربية اللي أقامت معرض وسط كورونا وسط تحديات كورونا، وكان الناشر المصري حريص على المشاركة في هذا المعرض. السنة دي المعرض الحقيقة برغم كل الظروف كل الناشرين المصريين الحقيقة كانوا حريصين على المشاركة في المعرض وتقديم والاستعداد للمعرض بالعناوين الجديدة والإصدارات الجديدة رغم ارتفاع أسعار كل مدخلات الصناعة من ورق وأحبار وخلافه، مع تقديم عروض خاصة على كل الإصدارات إذا كان إصدارات حديثة أو إصدارات قديمة. السنة دي في لذوي الاحتياجات الخاصة بيقدم الناشر المصري خصم يصل إلى 30% على اعتبار أنه لذوي الاحتياجات الخاصة دعما منه لهم، في نسب خصم تتدرج من 20% تصل إلى 80% في بعض الأحيان. في مجموعات كتب هتقدم زي ما ذكر الدكتور أحمد بهي الدين في وزارة الثقافة من 2 جنيه ل 20 جنيه، برضو المؤسسات الأخرى مؤسسات صحفية ودور النشر الأخرى هتقدم كتب من 2 جنيه لغاية 20 جنيه، مجموعات كبيرة ونسب خصم كبيرة. تم استيعاب الحقيقة يعني بخطوة طيبة جدا من معالي الوزيرة كل الناشرين حديثي الالتحاق بمهنة النشر، ويمكن لأول مرة أنه اللي هو لا تسري عليه شروط الالتحاق بالمعرض، يعني من 10 إصدارات فما فوق اللي هو تحت 50 إصدار، وبالتالي طبعا مخالف أو لا ينطبق عليه شروط الالتحاق. تم تخصيص جناح لأول مرة في المعرض يلتحق به 16 ناشر لعرض إصداراتهم وإعطائهم الفرصة للتواجد واكتساب خبرات من خلال التواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الحقيقة يعني يمكن معالي الوزيرة ذكرت بعض الأمور أو الخطوات المهمة جدا في النشر، وهي النشر كصناعة، وذكرت أكثر من مرة هذه الكلمة، الملكية الفكرية، الترجمة، ودي طبعاً إحنا بنحتاجها من العربية عكس ما هو مشاع اللي هو الترجمة من الثقافات الأخرى. أتمنى أن تنتهي هذه الفعاليات وهذه الدورة بالاعتراف بالنشر كصناعة
ويتم هذا رسمي للاستفادة من إمكانات أو من ما يقدم لهذه للصناعات من دعم في مثل هذه الظروف اللي بيعاني منها الناشر، وليس لدينا أي إمكانات أو دعم سوى دعم الوزارة اللي احنا بنتبعها، وزارة الثقافة. وأنا واثق الحقيقة من خلال حتى المقابلة الأخيرة مع معالي الوزيرة استعداد كبير جدا واستعداد طيب لسماع وفهم المشكلة وتقديم حلول، وكل أمل إن شاء الله أن تكون دورة ناجحة للناشرين المصريين والعرب والأجانب المشاركين، ودورة ناجحة للقارئ المصري أو القارئ العربي اللي بيقوم هذا المعرض. ويمكن عملنا مبادرة طيبة مع بنك مصر أنه لأول مرة حيتاح لعملاء الفيزا أنه يشتري الكتاب بالتقسيط على 6 شهور أو سنة حسب العميل أو حاجة العميل، وهذا الكلام حيتم مع كل المؤسسات أو الهيئات المشاركة في المعرض بإذن الله من خلال اتحاد الناشرين المصريين. كل التحية والتقدير للحضور ولمعالي الوزيرة ومعالي السفير المملكة الأردنية الهاشمية، وأتمنى إن شاء الله يكون دورة سعيدة لنا جميعا بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين.